السلام عليكم، صباح الخير، نهاركم سعيد، وإن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بصحة كويسة وأموركم تمام. يوم جديد ومحاضرة جديدة، يا رب تكون محاضرة كويسة ويا رب تكونوا تستفيدوا منها زي ما استفدتوا. نأمل ونسأل الله أنكم تكونوا استفدتوا من المحاضرات اللي فاتت. أوكي، كالعادة نحب نراجع الحاجات اللي غطيناها في البداية لحد اليوم، مش حتى توضح الصورة للكل. احنا بقدرة الله بدينا من الأساس، يعني حاجات اللي خليناها لحد توا الفيسكس، بدينا بالناونز الأسماء وخدنا الفوناونز وتكلمنا عن أنواع الفوناونز، بعدها وصلنا لهلبينج فيربس وتكلمنا عليها. ثلاثة مواضيع تم تغطيتهم عن طريق 6 فيديوهات وضحنا فيهم كل شيء. وضحنا الناونز، انواع الناونز، كيف الجمع، الاسماء الشاذة، الاسماء غير شاذة، وهكذا. بعد ذلك مشينا للبوناون، وضحنا انواع الضمائر، الضمائر الملكية، صفات الملكية، وهكذا. اخر حاجة وصلنا في افعال المساعدة، هم يقولون auxiliary verbs او helping verbs، وتكلمنا عن 3 انواع، اللي فهو verb to be، verb to do، verb to have. وضحناهم ووضحنا كل نوع فيها، ووضحنا ان الافعال المساعدة تجي كافعال اساسية وكافعال مساعدة، لكن المفروض نعرف نميز امتى يجي كاساسي ولما يجي كمساعد على يجي كمساعد، وهذا كله وضحناه. اليوم ان شاء الله we're gonna talk، بنتكلم على tenses، ازمنة. So today's topic guys is about tenses. I want to be totally honest with you. Since the beginning, or since the first lecture until now, I've been covering or giving you things, guys, which are the basics of English language, and those basics should be covered in your high school. So when you talk about, when we talk the nouns, the pronouns, the helping or the auxiliary verbs, you should have all these topics in high school. Therefore, they are a piece of cake, easy peasy, lemon squeezy topics. So, it isn't that complicated. And today's topic, which are the tenses, is not hard as well, because you had this topic as well in your high school. So, شو كنت نقول؟ نعاود ونكرر المواضيع اللي خديناها، سواء المواضيع السابقة وموضوع اليوم، أساسيات وأنتم الحاجات هذه واخدينها في الثانوية. يعني محاضرات الأولى لحد اليوم مجرد مراجعة لمواضيع تم تغطيتها في الثانوية. يعني قاعدين مخديناش أي حاجة جديدة أو ممكن تكون صعبة عليكم أو مش مخدينها أو مرة تشوفها، بالعكس كل اللي نعطي فيه توا تم تغطيته في الثانوية حسب المنهج المحطوط، أي اللي تدريس اللغة الإنجليزية من أول ثانوي لثالث ثانوي. يعني حتى في السكندري سكول أو في الإعدادي واخدين هذا كله، يعني مش جديد. في صح ممكن تفصيلات جديدة تختلف أنتم ما غطيتوهاش، لكن الأساس واخدينه. يعني المواضيع ببساطة مش صعبة، يعني قاعدين احنا ما خديناش اي حاجة صعبة او حاجة معقدة او حاجة خاف منها حد. فحبيت نوضح الشيء هذا من توا، لان زي ما قلت كثرت اسئلتكم وخوفكم بخصوص المحاضرات وكذا. للأسف يعني احنا ما خديناش اي حاجة تستاهل ان حد يخاف منها ويتوت، لانها شيء بسيط. اوكي، سو موضوعنا اليوم هو الازمنة. من الازمنة تنسس، وانتم واخدينهم من قبل وتعرفوا انواعهم. لازم نحن نقولهم tenses. شو معناها tenses؟ اوكي، in grammar tense is a category that expresses time or phrase with reference to the moment of speaking. شو معنى قلت tenses؟ احنا في القواعد معناها الازمنة اللي هي اللي بتبين لنا الحدث او وقت اللي حضر فيه الحدث، أول وقت اللي صار فيه الكلام، اللي بينا فيه الحدث أول كلام. يعني إحنا عندنا أزمنة،
أعدادهم معينة، والأعداد بتاع الأزمنة تختلف من كتاب قواعد إلى كتاب تاني، لكن المعروف إنهم في 10 tenses وفي كتب تاني يقولوا في 12. فأنا توجبت لكم 12 tenses 12 نوع، وحنتكلم عليهم بالواحد إن شاء الله. تمام. المهم زي ما قلت الزمن هو شنو الكاتيجوري، بيوضح لنا time reference يعني بيبين لنا زمن الحدث أو جملة. يعني لما أنت تشوف تقرأ الجملة تعرف التنس من خلال التنس تعرف الجملة أمتى انقالت والtime بتاعها، الوقت اللي انقالت فيه أو الوقت اللي انقال فيه أو اللي صار فيه أو اللي دار فيه الحدث. بس هذا هو التنسس، يعني وظيفة التنسس إنه بتبين لنا الزمن اللي صار فيه الحدث أو moment of speaking الوقت اللي يتكلم فيه الشخص أو الوقت اللي أنت أو هو أو هي دافع شيء معين. هذا التنسس. أوكي زي ما قلت there are 10 tenses in English and they are عشان كاتب إن في 12 في 10 أنواع وأنا كاتب 12 لأن زي ما قلت أنا استخدمت in concerning tenses أكثر من كتاب. ففي زي ما قلت لكم في كتب يقولوا في 10 أزمنة، في كتب يقولوا 12، وفي كتب حتى يقولوا في أعداد تانية محددة. فأنا كاتب 10 وحاط 12 نوع، وإن شاء الله هنحاول نغطوا لأن نقدر نغطوا منهم، وإن شاء الله تستفيدوا إن الأزمنة هذه حاجة مهمة بتوضح لك لما أنت بتتكلم تعرف لما تبي تتكلم عن الماضي، لما تبي تتكلم عن الحاضر، لما تبي تتكلم عن المستقبل، المستقبل التام وهكذا. وبتلاحظوا إن عندنا أو في اختلاف بين الأزمنة في اللغة العربية والأزمنة في اللغة الإنجليزية، وهذا الشيء حيكون واضح لكن في نفس الوقت مش معقد لدرجة أنكم تخافوا منه. تمام. شنو هم الأزمنة اللي احنا تو إن شاء الله بغطها والأزمنة التنسز الموجودة في اللغة الإنجليزية؟ أوكي. And the present simple tense, past simple tense, present continuous tense, past continue, present perfect tense, past perfect tense أو past perfect continue, past perfect tense, present perfect continue, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and finally future perfect continue. أول حاجة present simple tense اللي هو الزمن المضارع البسيط. Number two the past simple tense اللي هو الزمن الماضي البسيط، واللي إن شاء الله حيكون حنبدأ محاضرتنا برقم واحد ونحاول نوصل لرقم اثنين اللي هو الباست. يعني حنبدأ محاضرتنا بالمضارع البسيط اللي هو present simple tense ونحاول نوصل للباست simple tense. وفي حالة الوقت ما سعناش إن شاء الله المحاضرة الثانية حتكون عن الباست simple tense اللي هو زمن الماضي. اوكي سو زي ما قلنا عودة المقاطعة present simple tense حنبدأ إن شاء الله بالزمن المضارع البسيط. شوفوا الآلية حنبدأ فيها شنو هي واضحة. أول حاجة حنوضح لكم شنو هو present simple tense، يعني شنو هو الزمن هذا، ونعطيكم التركيبة بتاعتها في كيف يعني كيف نكون زمن المضارع البسيط اللي هو present simple tense لما نقول جملة مثبتة اللي هي affirmative، ولما نقول جملة منفية، ولما نبغى نكون سؤال. وتكوين السؤال عندنا في طريقتين، احنا حنغطوا ثلاثة الحاجات هذه. نكرر حنوضح اول حاجة شنو هو البزنس امبتنس، بعدها حنتكلموا على الفورم هو شكل يعني كيف نكون انا بزنس امبتنس، شنو اللي مفروض نحتاجه، كيف نعرف ان هذه الجملة بزنس امبتنس، ولما بنكتب جملة في البزنس امبتنس كيف حنعرفه في الجملة المثبتة والجملة المنفية، وفي تكوين السؤال. بعد ما نكملوا الفورم او الشكل او التكوين او الفورميلا نبدأ نتكلم عن استخدامات present simple tense. يعني لما تتكلم عن نوع معين من شيء علاش استخدمنا present simple tense، تعرف ان present simple tense يستخدم مع كذا وكذا وكذا. يعني لما تجيك جملة تقصد بها شيء هذا يعني هذه جملة present simple tense. يعني طبعا احنا بنتكلم عن الفورم اللي هو شكل وتكوين، بعدها بنتكلم عن uses اللي هم الاستخدامات. ما تعقدوش روحكم ما تخافوش، واحدة واحدة. اوكي
present simple tense. شنو هو present simple tense؟ The simple present tense is one of the several forms of the present tense in English. We structure the simple tense by keeping the verb with no addition in the plural form and by adding is, es, and ies in the third person singular. Okay, تمام. هو زمن بسيط. احنا نقول الزمن المضارع بسيط. واحنا present simple tense أو simple tense عندنا أكثر من نوع زي ما شفتوا. ف احنا نكونه كيف نديره؟ شنو هو simple tense؟ كيف نكونه؟ نكونه لما نكتبه جملة فها فعل، فها فاعل وفعل ومفعول به. اوكي، الفعل في الجملة المضارع البسيط في حالة الجمع يقعد زي ما هو، يعني ما يتغيرش. لكن لما يكون الفاعل مفرد الفعل يتغير. يعني لما يكون الفاعل في الجملة هذه في present simple tense he, she, it أو شخص مفرد زي ما قلنا علي، أحمد، حسن كذا، نزيدوا للفعل is أو es أو ies على حسب نهاية الفعل، زي ما عندنا في الأسماء. أنتم تذكر في درس الأسماء في الجمع في الأسماء إحنا شو قلنا؟ لما نبغى نجمع كلمة تنتهي ب x c h c s h x تنزدها أو كلمة تنتهي بال s تنزدها es، وفي كلمات تنتهي بال y كان جاي قبلها ساكن شنديرو وكان جاي قبلها فعل متحرك كيف نحولها. فاحنا عندنا في الافعال نفس الشيء، عندنا افعال تنتهي بنفس الاشياء، فلما نبغى نبين ان الفعل عن طريق شخص واحد مفرد في زمن المضارع بسيط الفعل يتغير، نزيدو اس حسب نهايه الفعل او اي اس او اي اي اس، وهذا حنوضحه تو بتشوفوا في الامثله. اوكي، المهم المضارع البسيط هذا هو المضارع البسيط، هو الزمن بسيط جدا. كيف نكونه؟ نكونه لما نكتب جملة أو جملة تتكون من فاعل وفعل مفعول فيه، الفعل يقعد في نفس الصيغة من زاد لشيء في حالة الجمع، وفي حالة الإفراد زدوا ل s أو e s أو e e s في حالة الفرد، يعني يكون الفاعل third person singular. تمام. زي ما توقعنا احنا عندنا subject. طيب احنا اول حاجة بنتكلم على affirmative form، يعني الجملة المثبتة. شوفوا القاعدة كيف نكون، عندنا subject اللي هو الفاعل plus the verb plus بين قوسين، عجلنا بين قوسين، لان لو كان الفاعل اللي هو subject جمع هذا مش محتاجينهم، لان الفاعل بيقعد من نفس الفورم. لكن لو كان الفاعل شخص مفرد، يعني كان الضمير he, she, it أو اسم شخص مفرد، نزيدو s, e, s, i, s على حسب الفعل أو نهاية الفعل plus the complement. complement معناه هي نهاية أو تكملة الجملة. يعني تركيبة present simple tense زمن المضارع البسيط في جملة مثبتة يتكون من تالي subject فاعل plus the verb في حالة الانفينيتيف، في حالة المصدر بدون زيادة أي شيء، في حالة إن السبجكت كان جمع يعني الفاعل كان أكثر من شخص، أو إذا كان الفاعل شخص واحد نزيده S E S I E S حسب نهاية الفاعل plus the complement. هذه هي تركيبة المضارع البسيط الـ present simple tense في affirmative form في الجمل المثبتة. والمثال I, you, they, and we. هذا ما نقوله plural form. الضمير I يقول I read novel. A novel every day. I read a novel every day. أنا أقرأ رواية كل يوم. I read. Read هو هنا المين فيرب أو الفعل الرئيسي. متغيرش. ما زدنا لاش لا إس لكذا. معنى الجملة نعاود. I read a novel every day. أنا أقرأ رواية كل يوم. Read. الفعل ما تغيرش. علاش؟ لأن عندنا الضمير I، وإحنا ضابطين دو أنتم عارفين البناون I في حالة الجمع بتاعها وشنو هو الفعل تبيدي جمعة والجملة كيف تكون. بسيط. Okay. You read a novel every day. They read a novel every day. We read a novel every day. يعني لما يكون الفاعل
جمع، الفعل الأساسي يقعد في نفس الصيغة ما نزيدوا له شيء، ونحطه تكملة جملة بس. هذا هو الزمن المضارع بسيط، أو كيف نكونه الزمن المضارع بسيط لما يكون عندنا الفاعل جمع أو أكثر من شخص. لما يكون عندنا الفاعل شخص واحد شو ندير؟ مثلا he she he reads a novel every day، زدنا للفعل اس. علاش اس؟ لأن في الزمن المضارع البسيط لما يكون عندنا الفاعل شخص واحد نزيده للفعل اس او اي اس او اي اس حسب نهاية الفعل. فهنا كلمة او فعل read ينتهي باس، فاحنا نعرف ان read في حالة الجمع او الفعل ينتهي بالحرف هذا بنزيده لاس، مش لازم نزيده اي اس او اي او اي اي اس لانه بديش حرف الواي. معناها he reads a novel every day، هو يقرأ رواية كل يوم. هي she reads a novel every day، هي تقرأ رواية كل يوم. Mike reads a novel every day، أحمد reads a novel every day، عائشة reads a novel every day. هذا هو. يعني كيف نعرف أن الزمن أن الجملة هذه زمن مضارع بسيط؟ لما تكون الفاعل فاعل جمع وفهج فعل اللي هو read أو أي فعل تاني بصفة بالزيدينة ولا حاجة، يعني كما مكتوب بصيغة المصدر بتاعها، وتكملة الجملة نعرف أن هذا تركيبة زمن المضارع البسيط. ولما نلقى جملة فيها هي وشي والإت، يعني نلقى فيها ضمير مفرد أو نلقى فيها فاعل مفرد ونلقى الفعل بعدها يعني زيدينة لي إس اي اس اي اس ومكمل باقي الجمله، نعرف ان الجمله هذه في المضارع البسيط. بس ان الجمله هذه مثبته في المضارع البسيط. توما حنتكلموا او حنوضحوا قاعده الفيربس، وانتم يعني واخدينها في الاسماء نفس القاعده اللي واخدينها في الاسماء بتطبق على الافعال. اوكي، جنرال فيربس الافعال العامه مثل work works he works she works it works. عندنا eat she eats، زدنا الاس، يعني الافعال هذه هي work eat play write swim. work يعمل، eat ياكل، play يلعب، write يكتب، swim يسبح. لما يكون عندنا الفعل فيها مفرد نزيدولها اس. حسن works، علي eats every day، انا plays، أحمد writes a novel every day، محمد swims in the pool every day. تمام. لما عندنا فعل تنتهي بالواي نطبق معها نفس قاعدة النونز اللي واخدينها. لما تنتهي كلمة بواي وقبلها حرف ساكن الكلمة نحو الواي ونبدلها IES، وفي حال إن الكلمة تنتهي بواي وقبلها حرف متحرك نزيدوا لها اس ويقعد الواي زي ما هو. تمام. عندنا مثلا study studies she studies هي تدرس. cry cries تبكي. try يحاول. spy يتجسس. fly يطير. تمام. بعدين عندنا الافعال الشاذة، هي الافعال اللي تنتهي او الافعال اللي نزيدوا لها اي اس، هي الافعال اللي تنتهي ب او او دبل اس او اس اتش او اكس او تي سي اتش. هذا الافعال كلها لما نلقوا الفاعل مفرد وفي فعل ينتهي بالحروف هذه نزيدوا للفعل اي اس، نزيدوا للفعل اي اس. مثلا كلمه جو هي جوز، واش يغسل هي واشز، واتش يتفرج هي واتشز، ميكس يخلط شي ميكسز، مس يشتاق او يفتقد شي مسز. انكلم. فلما يكون عندنا جمله في زمن المضارع بسيط وحاطينك الفاعل جمع ومدين الفعل بين قوسين ومدينك الفعل بين قوسين يقولك اكتب الفعل بالصيغه الصحيحه. لو كان الفعل الفاعل جمع نحط الفعل زي ما هو نزيد له شيء. لما يكون عندنا فاعل مفرد اللي هو هي شي او اسم، يعني الفاعل مفرد مثلا اقول علي احمد هي شي ات نفس الشيء. لو حطونا الفعل مثلا حطونا كلمه ورك بين قوسين وقال اكتب او اختار كاتب لي ورك
works وكتب لك حاجة تانية. انت شو بتختار؟ works على اجل ان الفاعل مفرد وان الفعل work ينتهي باسمه. لو جبنا فعل ينتهي بالواي زي كلمة cry وقلت لك اكتب هولي او جبت لك ثلاثة خيارات cry مش محاولة زي ما هي وزدنا cry حطينا s وجبنا cry حولنا الواي لنا cries i-e-s وقلت لك اختار الفعل الصحيح. شو بتختار؟ cries علاج لان الفعل اللي ينتهي بالواي وقبل حرف ساكن يتنحى الواي ونحطه i-e-s. بح. لما عندنا افعال في جملة تنتهي زي ما قلنا بالO دبل S S H X T C H هذا مزدوها ES. احتمال تلقى فعل زي ما كلمة go تلقى he goes to the school every day لكن حط سايد S بس مغا E. هذا غلط. علاج لان اي فعل ينتهي بالO نزدوها ES. القاعدة هذه بسيطة وواضحة تشبه قاعدة الاسماء او الناونز تخدمها في حالة الجمع، لكن هنا القاعدة هذه مهمة في حالة البريزنت سمبل، يعني لما يكون عندنا فاعل مفرد ونبي نبين ان الجملة هذه كتبت في البريزنت سمبل في زمن المضارع بسيط لازم الفعل نزدو له اس لو كان من الافعال العامة او نزدو له اي اي اس لو كان فعل ينتهي بواي في حالة واي وقبل حرف ساكن ونزدو له اي اس في حال انه كان من الافعال اللي تنتهي بالاو او آخر حرفين أو آخر حروف الفعل تنتهي ب O دبل S S H X N T. بس شوفوا الأمثلة كيف. He tries very hard. هو يحاول جاهدا. He tries very hard. ما he الفاعل وهذا he معناه third person singular فاعل مفرد مذكر. اوكي ترايز علاش قلنا ترايز؟ لان من الافعال اللي تنتهي بحرف الواي وان هي واي قبل حرف ساكن نحينا الواي ضدنا اي اي اس. علاش غيرنا الفعل؟ لان الجمله في المضارع بسيط. لما تكون عندنا جمله في المضارع بسيط وعندنا فاعل مفرد نزيد للفعل اس لو كان من افعال عامه، لكن لو كان من الافعال الثانيه المختلفه لازم نغيرها بزياده الاي اي اس او اي اس. She watches a movie or movie every Friday night. هي تشاهد أفلام كل ليلة جمعة. ما she هذا الفاعل. Okay. She فاعل مفرد مؤنث. Okay. وهذه الجملة في المضارع البسيط. وين المين فيرب الفعل الأساسي اللي هو watch. Okay. القاعدة شو تقول؟ لو كان جملة في الفعل المضارع البسيط لازم تزدو لها إس في حالة أفعال عامة، لكن لو كانت في حالة الأفعال اللي هي اللي تنتهي بالواي، أوكي watches ما تنتهيش بالواي، أوكي، لا عندنا أفعال تانية تنتهي ب CH SH وقلنا هذا نزدو لها ES بح. جيت watch آخر حرفين CH معناها نزدو لها ES. مش نتتو ان الجملة هذه مكتوبة في زمن المضارع البسيط. شو نقوله؟ She watches movies every Friday night. هي تشاهد الافلام كل ليلة جمعة. هذا هو المضارع البسيط في حالة الجملة المثبتة. اوكي. انا قلت لكم ان احنا بنتكلم عن تركيبة السؤال وتركيبة النفي وكذا، لكن هخش تو في الاستخدامات باش تعرفوا يعني شو المضارع البسيط، امتى نستخدم المضارع البسيط، باش لما نبدا نتكلم عن تكوين السؤال وتكوين النفي تكون كل شيء باذن الله واضح. اوكي سو احنا تو بنتكلم على الاستخدامات، يعني تو انا شرحت لكم او تو احنا تكلمنا عن تركيبه البريزنت سمبل، يعني كيف نكون البريزنت سمبل القاعده بتاعتها اللي هي تتكون من فاعل وفعل في المصدر تاعها في حاله ان الفاعل جمع، وفي حالة الفاعل مفرد الفعل نزدو لها S أو ES أو EAS. يعني هذه معاش ولا حاجة غريبة عليكم. بعدها plus the complement نهاية الجملة. تمام. طيب احنا وصلنا في جزئية هي uses of the present symbol، يعني أمتى نتكلمه في present symbol أو أمتى نستخدمه the present symbol أو لما تلقى جملة قدامك تعرف أن الجملة هذه من أي نوع من استخدامات the present symbol. أوكي. We use the present simple to talk about facts,
truth, habits, routine, feelings, thoughts, and fixed arrangement. تمام، شو قلت؟ احنا نستخدمه زمن المضارع بسيط نتكلمه عن الحاجات التالية. اولا حقائق او يعني وقائع، خلينا نقول وقائع، وقائع يعني حاجات مستحيل تتغير، واقع تصورت، حقائق، habits عادات، routine يومي، feelings مشاعر، thoughts افكار لما واحد يكون عنده افكار او بيقول رأيه، وآخر حاجة fixed arrangement يعني لما يكون عندك موعد محدد أو عندك موعد أنت محدد مقابلة أو كذا نستخدمه في الـ present simple. نعم، استخدامات الـ present simple أو لما تقرأ جملة، لما بتوضحكم لما تقرأ جملة وتتفاهل معنى الجملة، واحدة من الحاجات هذه بتعرف إن الجملة هذه present simple. أو لما تبي تكتب جملة أعرف، أو تبي تكتب جملة لازم تكون الجملة هذه استخداماتها يعني عندها يا تتكلم عن حقيقة، واقعة، عادة، روتين، مشاعر، فكرة أو موعد محدد. هذه استخدامات البزنس. يعني في أي جملة قدامك تلقاها قدام تقدر تحللها أن الجملة هذه أوكي. أول حاجة الجملة مكتوبة بالبزنس سمبل، علاش؟ انك لقيت الفعل يا اما في المصدر في حاله انه فعل جمع، يا اما الفعل متغير بزياده الاس اي اس اي اس في حاله ان الفعل مفرد. هذا التركيبه بعلاش احنا كتبنا بزنس سمبل، هذه شنو هي؟ فانت بتحلل يا اما ان هي واقعه، يا اما هي حقيقه، يا اما هي جمله تتكلم عن عاده، روتين، مشاعر، فكره وهكذا. فنعاود نكرر ويوز، نحن نستخدم البزنس سمبل لتكلم يعني احنا نستخدم البزنس سمبل نتكلم عن الحاجات التالية، هي وقائع، حقائق، عادات، روتين، feelings هي مشاعر، thoughts أفكار، and آخر حاجة مواعيد مثبتة. يعني واحد لدي موعد مثبت محدد من قبل، فلما نبي نتكلم عن الحاجات هذه يعني لما نبي نتكلم عن fact، لما نبي نتكلم عن حقيقة اللي هي truth، لما نبي نتكلم عن عادة، لما نبي نتكلم عن روتين، لما نتكلم عن مشاعر feelings وكذا نستخدمه the present simple. نستخدمه the present simple يعني لما تلقى جملة فيها truth وجملة هي تتكلم عن habit بتعرف انها present simple، لما تتكلم عن روتين بتعرف ان الجملة هذه نستخدمونها present simple فقط. هذه هم استخدامات the present simple. بإذن الله تو واحدة واحدة حنعطي يعني كل استخدام مثال وحط وضح الفكرة للجميع إن شاء الله. So we're gonna start. As I said احنا تو قلت لكم استخدامات البرزنت سمبل أو المضارع البسيط، إن احنا نستخدمه المضارع البسيط لما نبغى نتكلمه على وقائع، حقائق، وقائع facts، truth حقائق، habits عادات أو routines، عندنا feelings and thoughts مشاعر وأفكار، and fixed arrangement اللي هي لما يكون عندك موعد مثبت، موعد أو arrangement يعني موعد مسبق، أنت حاجز موعد مثبت إن في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني عندك حاجة بديها. ف we use the present simple، نستخدم المضارع بسيط مع الحالات هذه. أوكي، حني حنبدأ now with facts هي وقائع، نعطيكم عن أمثلة وقائع. Okay. The human body contains 206 bones. The human body contains 206 bones. جسم الإنسان يتكون من 206 عظمة. Okay. The human body contains. Contains هنا هو المين فيرب، هو الفعل. وزدناها اس علاش؟ ان احنا نتكلم عن حاجة مفردة، هي the human body، معناها the human body نتكلم عن حاجة واحدة. الفرب هنا هو contain 206 عظمة، هذه تكملة الجملة. اوكي، الفعل علاش احنا استخدمنا present simple؟ لان احنا تكلمنا عن وقع، حاجة مستحيل تتغير، حاجة واقعية مثبتة. جسم الإنسان يتكون 206 عظم، هذه حاجة مثبتة مستحيل تتغير. معناها شنو؟ احنا قلنا نستخدم المضارع البسيط هو البريزنت سمبل، وان وي توك اباوت فاكس لما نبغى نتكلم عن الفاكس هو الواقع.
هذا أول مثال. الفعل زدنا له اس لأنه يعتبر مفعل عام. لو كان فعل تاني مختلف، لو كان من الأفعال اللي تنتهي بالواي حنغيرها لـ IES، أو كان من الأفعال اللي تنتهي بـ OSSCH حنكون حنزيدو لها ES وهكذا. أوكي، المثال الثاني: light travels at almost 300 million kilometers per second. 300,000 sorry. Light travels at almost 300,000 kilometers per second. الضوء يسافر تقريبا بسرعة 300,000 كيلومتر في اللحظة، في كل ثانية. اوكي، light مفرد، حاجة مفردة. اوكي، travels the main verb زدنا لإس لأن مفعل عامة، at almost وباقي الجملة هذه التكملة بتاعتها. أنا نحاول نوضح لكم شنو هم أنواع الوقائع، يعني طبعا احنا نتكلم عن حاجات وقائع مثبتة، حاجة واقعية موجودة، حقيقة مثبتة موجودة، فنستخدم معها البريزنت سمبل، وهذه أمثال على الوقائع. بتشوفوا فيها إن الفيرب هنا الفعل من أفعال عامة، وفيها نلقوا فعل من أفعال المختلفة اللي هي اللي تنتهي بالأو. تو contains من أفعال عامة زدنا لها إس، travels من أفعال عامة زدنا لها إس، وحناخد أفعال تاني. الفكرة ان هذه امثال لوقائع، واستخدمنا فيها البريزنت سمبل علشان احنا قلنا نستخدم البريزنت سمبل لما نتكلم في وقائع. تمام، في المثال تلقى ذا هيومن بودي، اول مثال هذا هو السبجكت، بعدين كونتينز هنا الفيرب، ال 206 بونز هذا تكملة. في المثال الثاني لايت هو السبجكت، ترافلز ذا مين فيرب، والباقي تكملة الجملة. اوكي، المثال الثالث ذا سان اوربتس اراوند ذا ايرث، الصن ودصن orbits around the earth، الشمس تدور حول الأرض، الشمس تدور حول الأرض. The sun هي subject، orbits the main verb الفعل الأساسي، وباقي تكملة الجملة. أوكي، آخر مثال في الفاكس هو الوقائع، the moon goes around the earth، the moon goes around the earth، القمر يلف حول الأرض، goes around. okay، the moon هذا subject حاجة واحدة، القمر goes. okay، احنا زدنا لها ES علاش؟ أول حاجة إن الفاعل مفرد، ثاني حاجة إن هو جملة في present simple، ثالث حاجة إن الفعل ينتهي ب O فنزدوا لها ES، رابع حاجة احنا نتكلموا عليه وقائع، ولما احنا قلنا أي جملة فيها وقائع معناها مفروض نستخدم present simple. okay، هذا أول حاجة. تمام، تول truth ثاني استخدام للبزنس سمبل اللي هي حقيقة، يعني أنت بتقول حقيقة. أول مثال I am 19 years old، أنا عمري 19 سنة. I am I اللي هو subject، am verb to be، جاء في الوحدة بتاعها في المصدر بتاعها. I am 19 years old هذه حقيقة. I am a student حتى هذه حقيقة، أنا طالب. I am a student. He lives in London. He lives in London. هو يعيش في لندن، هذه حقيقة. واحد يقول فيه حقائق وجملة حقيقة. احنا زدنا اس هنا علشان احنا عندنا الفاعل هي، فاحنا قلنا لما نستخدم present simple الفاعل، الفعل في حالة يكون الفاعل مفرد نزيده الفعل اس، اي اس اي اس، فاحنا عندنا lives أصل الكلمة live، فاحنا زدنا اس بس. John drives a taxi. John drives a taxi. John يقود التاكسي أو عنده تاكسي، يقود التاكسي. فهذه حقيقة، واحد قال حقيقة عليه وحد اسمه جون. فجون مفرد، فالفعل المفروض نزيده له اس، اي اس اي اس على حسب نوع الفعل. John drives a taxi. Drive تنتهي بالاي، فاحنا زدنا اس بس. John drives a taxi. هذه أمثلة على الحقائق. شنو الحقائق؟ لما أنت بتقول عمرك وين تخدم كذا، يعني أي جملة فيها حقيقة، أي حاجة حقيقية نستخدم معها the present simple. أوكي، الاستخدام الثالث the present simple نستخدم، إحنا قلنا the present simple أو المضارع البسيط لما نبغى نتكلمه على عادات أو روتين، habits أو روتين. مثال I play football every weekend. I play football
over weekend. تمام. احنا قلنا من لما يكون الفاعل you day يعني جمع الفعل يقعد كما هو بدون زيادة الاس. فاحنا ايش عندنا؟ I هذا الفاعل، play هذا الفعل الاساسي في حالة البزل سمبل لان بالزايدين ولا حاجة، لا اس لا اي اس، وباقي تكملة جملة. انا العب كرة القدم كل اسبوع every weekend. لما اي حاجة بتكون فيها every day every Saturday every Sunday، لما تقول مثلا كل احد كل اثنين كل اسبوع كل شهر كل يومين كل ثلاثة، يعني حاجة هذه ولد فيها زي العادة زي روتين. فالحاجات هذه نستخدمها بزل سمبل. I play football every weekend. انا العب كرة القدم كل نهاية اسبوع. اوكي. We meet every Thursday. We meet every Thursday. نحن نتقابل كل خميس. كل خميس. كل خميس. أنا آسف. نحن نتقابل كل خميس. We هذا الفاعل. We معنى نحن الفاعل جمع. Meet the main verb والفعل الأساسي في حالة المصدر إن الفاعل جمع. يعني مش الفاعل جمع لأنه مش هنقدر نزده له أي إس أو أي إس من زد الشيء. يوعد كما هو. Every Thursday تكملت الجملة. نحن نتقابل كل خميس. هذا مثال آخر لهابت عادة أو روتين اللي نستخدم معها البزنس سمبل. I wake up at 7 o'clock every day. أنا أستيقظ الساعة 7 صباحا كل يوم. I wake up. They go to the school every day. في ناقصة. They go to the school every day. في خطأ مطبوع هنا ناقصة كلمة school. They go to the school every day. هم يذهبون للمدرسة يوميا. They go. ما قلناش they goes. لأن الفاعل جمع. لكن لو قلنا he goes to the school every day. He goes to the school every day. هذه أمثلة الحقائق والروتين. معناها لحد الآن احنا قلنا نستخدم المضارع البسيط اللي هو البزنس سمبل لما نتكلم على fact اللي وهي وقائع، واخذنا عليها أمثلة على truth حقيقة، واخذنا عليها أمثلة، وتو تكلمنا على habits والروتين اللي هم عادات أو روتين. فهذا من الحاجات أو الأمثلة أو استخدامات البزنس سمبل. يعني لما نبي نستخدم البزنس سمبل مفروض، أو لما نبي نتكلم عن الحاجات هذه نستخدم البزنس سمبل أو المضارع البسيط. تمام. الاستخدام الرابع احنا قلنا نستخدم البزنس سمبل لما نتكلموا على feelings و thoughts مشاعر وأفكار. For example they like pizza. هم يحبون البيتزا. They subject like the main verb pizza تكملة. They like pizza. هذه present simple مثبتة بشمل فيها فها الفاعل والفعل في الحالة المصدر بدون زيادة أي حاجة لأنه هو الفاعل جمع، فما زدناش إس إي إس آي إس وباقي تكملة الجملة. أوكي. I promise you I will pay you back. I promise you I will pay you back. أنا أعدك أنني سأدفع لك أو سوف أرجع لك فلوسك. I promise. I هنا الفاعل. Promise the main verb هو وعد. أنا أعدك. Promise. Most of the children love ice cream. Most of the children love ice cream. معظم الأطفال يحبون الآيس كريم. فإحنا عندنا إحنا most of the children الفاعل اللي هو جمع love the main verb الفعل الأساسي في حالة المصدر لأن إحنا لأن الفاعل جمع وتكملة الجملة. My wife thinks that I need to lose some weight. My wife thinks that I need to lose some weight. زوجتي تعتقد بأنني أحتاج لفقد أو خسران بعض الوزن. My wife حين نتكلم توحن الفعل مفرد think زدنا لها is thinks that I need يعني okay. My wife subject هو الفعل thinks هو المين verb الفعل الأساسي زدنا لها is لأن الفعل مفرد وباقي تكملة الجملة. My wife thinks. تمام. آخر حاجة نتكلم عليها أو آخر استخدام للبزنس سمبل هو الـ future أو fixed arrangement. يعني ما عندك أنت ترتيب مستقبل لما واحد يكون عنده حاجة من مستقلة قبل الموعد بتاعها لما تبي تجي تتكلم عليها تستخدم البزنس سمبل.
For example, the school term starts. The school term starts next week. The school term starts next week. The semester أو الفصل يبدأ الأسبوع الجاي. Starts. يعني خلاص. يعني شو معنى إحنا استخدمنا؟ عاش استخدمنا بزن سيمبل لأن خلاص كل شيء مثبت وتم إعلان الجداول. فإحنا نعرف إن الأسبوع الجاي بتبدأ في المدرسة. Okay, the train leaves at 7:45 this evening. 7:45 this evening. Okay, القطار يرحل على تمام الساعة 7:45 في هذا المساء. تمام، هذه حاجة حتى هي arrangement، حاجة مثبتة بالنامج مثبت. لما تمشي وتلقى جدول رحلات الطيران أو جدول رحلات القطار أو الباص أو الحافلات وكذا، فتلقى هذا الجدول مثبت ومطلعينه. يعني هي تور مثلا الحافلة ما طلعتش تور، لكن هي عارفين أمتى بتطلع ومحددين الموعد اللي بتطلع فيه بالضبط. فلما تبي تتكلم عن تاخذ معها البروزر سبل. The train leaves. Okay. We fly to Paris next week. We fly to Paris next week. نحن سنسافر إلى باريس الأسبوع المقبل. We fly. يعني هم منسقين رحلة، حازين التذاكر، منسقين كل شيء. فاحنا نقول نستخدم على البزنس سمبل باش نتكلم عن حاجة بتصير قدام اللي هي fly. طبعا آخر استخدام اللي هو future fixed arrangement، طبعا يعتبر من أصعب الاستخدامات أو الاستخدامات اللي ممكن طلاب اللغة الإنجليزية يتعقدوا منها. ليش؟ لأن الكل يعتقد أن احنا نتكلم لما نبغى نتكلم عن المستقبل نستخدم future بس، لكن احنا عندنا أزمنة تانية عندها استخدام معين لعلاقة في المستقبل. فأنا أشرت لهنا في المحاضرة أو في التنسيق بتاع استخدامات البزنس سيمبل كإشارة. فقدام إن شاء الله لما تقابلك حاجة مكتوبة على المستقبل وفي البزنس سيمبل ما تستغربش. أوكي، هذا هم استخدامات البزنس سيمبل أو المضارع البسيط. نحاول ونكرر نستخدم المضارع البسيط لما نبي نتكلم على وقائع، فاكت، تروت، حقائق، هابتس، عادات أو روتين، أو لما نتكلموا على feelings، thoughts، مشاعر أو أفكار، وآخر لما نتكلموا عن حاجة لها علاقة بالمستقبل هي مواعيد مثبتة. يعني موعد في المستقبل محدد ومنسق وبيصير منا إن شاء الله. فنستخدم معاه the present simple. القاعدة قاعدة بسيطة، لما نستخدم the present simple عندنا فاعل وفعل ومفعول به. لو كان الفاعل جمع الفعل يبقى كما هو بدون زي أي زيادات وكمبك جملة. في حالة الفاعل مفرد نزيد للفعل يا أما إس يا أما إي إس يا أما آي إي إس على حسب نهاية أو على حسب نهاية الحروف الأخيرة من الفعل. لو كانت من الأفعال العادية أو العامة نزيد لها إس، لو كانت من الأفعال اللي تنزيد لها إي إس اللي هي تنتهي بالأو بالسي إتش بالسبل إس نزيد لها إي إس، لو كانت من الأفعال اللي تنتهي بحرف الواي وقبلها ساكن تتغير إلى آي إي إس نحولها. هذا هو لحد الآن الـ present simple بكل بساطة. بكل بساطة يعني موضوع بسيط جدا. اوكي، احنا عندنا ملاحظة. احنا باش انت تعرف الـ present simple احنا نستخدم معاه في حاجة اسمها adverb of frequency، يعني صفات التكرار اللي احنا نقوله كل يوم كل اسبوع. في نفس الشيء في الـ present simple لما تلقى جملة فيها always، sometimes، never، rarely، seldom، usually، occasionally، معناه ان هذه الجملة هذه شنو مكتوبة في present simple. يعني always دائما، sometimes بعض الأوقات، never ما نمشي أبدا، rarely نادرا، seldom حتى هي نادرا، usually عادة، occasionally مرات. هذا adverb ظرف حال أو ظرف تكرار. frequency معناها تكرار. لما نقول أنا نمشي يوميا للمدرسة، أنا نمشي بشتي ما نمشي نهرول، أنا عادة نمشي الصبح نتمشى وهكذا. الاستخدامات هذه بتبين أن الحاجة تتكرر، يعني عندها نمط وتتكرر، يا أما ديما يا أما نمط بسيط يا أما عادة يا أما مرة في الشهر وهكذا. فلما تلقى جملة فيها الحاجات هذه الثلاثة أو الحاجات هذه الخمسة أو الستة اللي هم always، sometimes، never، rarely، seldom، usually and occasionally، تعرف ان هذه الحاجات تبين ان الجملة مكتوبة في البزنس سيمبل. I sometimes go to the cinema. I sometimes go to the cinema. انا عادة اذهب الى دار السينما.
she never plays football. هي لا تلعب القدم قط، ما تحبش تلعبها. فمثلا لما يجيك سؤال يكتب لك I sometimes، وعندنا بين قوسين go, goes, went to the cinema، شو بتختار؟ هذا الجواب انت جواب. اوكي نكمل. النيجاتيف، how to make negative and question in the present simple. تمام، we use a form of do in negative and question. We use do and don't except in the third person singular where we use does and doesn't. تمام، طب احنا لما الدرس هذا يرتبط بالدرس اللي قبل اللي اخذناه اللي هو helping verbs رفع المساعد. فتو احنا لما نبغى نكون جمله منفيه فالبريزنت سمبل نطلب المساعده من الفيرب تو دو، الفعل يفعل الفيرب تو دو، ونجيبه باش يساعدنا انه يحمل الزمن ويحمل العدد. كيف بتكون التركيب او يحمل النفي؟ طبعا اوكي، كيف ندور النفي؟ كيف بننفي الجمله؟ بسيطه، عندنا السبجكت اللي هو الفاعل، نزيدها دو نوت، دو plus not اللي هي don't، زائد الفعل في المصدر زائد تكملة الجملة. يعني لما يكون عندنا جملة الفعل بتاعها جمع اللي هو I, you, they, we، ركزوا معي، لما تكون عندنا جملة اللي بنكون جملة في present simple وجملة منفية لازم يكون الفعل بتاعها في الجمع، في حالة الجمع اللي هي I, you, we، I, you, they, and we. شندو نحطهم subject وزدوهم do not اللي هي don't، زايد الفعل في المصدر بتاعه بدون أي زيادات، زايد الكومبلمنت. المثال، we do not know how to ride a bicycle، نحن لا نعرف كيف نركب الدراجة. we don't، we هنا الفعل، do not هذه الجملة هذه اللي اخذت النافي الفعل للفعل المساعد، know هو هنا المين فيرب وباقي تكملة الجملة. I don't know how to ride a bicycle. You don't know how to ride a bicycle. They don't know how to ride a bicycle. يعني بسيطة جدا، نفس التركيب اللي عندنا. احنا قلنا نبغى نكون جملة في البزنس سمبل، نبغى سبجكت وفعل ومفعول به او تكملة الجملة. الفعل لو كان مفرد نزيده اس اي اس، وكان للفعل في حالة الجمع منزلوا شيء. فنفس الشيء نبي ننفي جملة، اوكي في حالة الفاعل جمع فعندنا السابجكت اللي هو الفاعل، ونحطه بين السابجكت وبين الفعل الاساسي don't، لو don't ونكمل الجملة. I don't speak English. I don't know how to cook. ما عارفش طيب. فبين الفعل والفعل نحطه don't. لو كان الفاعل مفرد اللي هو he, she, it، نحطه بين الفعل والفعل doesn't. وهذا وضحناه في الدرس الافعال المساعده. يعني شيء بسيط عندنا، معناها نعاود نكرر لما نبي نكون نفي او نبي ننفي جمله او نبي نكتب جمله منفيه في البزنس سمبل نحتاج مساعده do. فشنو نحط don't بين الفعل والفعل في حالة الفاعل كان جمع، ونحط doesn't بين الفعل والفعل في حالة الفاعل كان مفرد. والمثال، he doesn't understand me. he doesn't understand me. she doesn't understand me. it doesn't understand me. بسيطة، يعني نفس القاعدة اللي اخذناها في البداية، غلط زدنا في حالة ان نحط don't بين الفاعل والفعل في حالة الجمع، في حالة الفاعل هو جمع، ونحط doesn't بين الفاعل وبين الفعل في حالة الفاعل كان مفروض. والحاجة الوحيدة المفروض تتعرفها إن الفعل يقعد في حالة المصدر ما يتغيرش. يعني لما نقول we don't know ما نقولش we don't knows نزيد اس، غلط، أو he doesn't understands نزيد اس، لا، لأن does not أو do not حملة العدد وحملة الزمن. يعني وضحت النقطة هذه من قبل. أوكي، هذا في تكوين النيجاتيف، كيف ندير جملة منفية. وهذه أمثلة تانية للتوضيح. I like tennis but I don't like football. I don't live in London now. I don't live in London now. I don't play the piano but I play the guitar. They don't work at the weekend. They don't work
the weekend. John doesn't live in Manchester. John doesn't live in Manchester. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. هذه أمثلة لجمل منفية، ولاحظوا أن don't و doesn't جت بين الفاعل والفعل. don't جت لما يكون الفاعل جمع، و doesn't جت بين الفاعل والفعل في حالة الفاعل كان مفرد. okay. ملاحظة note معناها ملاحظة. we do not add s to the verb in negative and questions. We don't say he doesn't get and does he get. يعني زي ما قلت لكم سابقا، احنا لما ندو جملة منفية او في السؤال الفعل ما زدولاش اس في حالة انه هو كان الفاعل مفرد ولازم يزد له اس، في النفي ما زدلاش اس وفي السؤال ما زدولاش اس. يعني لما تكون جملة مثبتة اوكي نزود الفعل اس لو كان الفاعل مفرد، لكن لو كان جملة منفية نحط doesn't والفعل نحطه من غير اس في حالة ان الفاعل مفرد، تتنحى الاس من الفعل وتبدأ عندنا doesn't. في تكوين السؤال حتى ولما يكون عندنا فاعل مفرد نحو الاس من السؤال من الفعل الاساسي او ies وردوه الى المصدر بتاعه، والسؤال ينكتب والفاعل يتحط بدون اس او ies. تمام. تو questions would do يعني كيف نكون سؤال مع would the verb to do. would verb to do يفعل. we use do and does to make questions with the present simple. we use does for third person singular and do for the others. تمام. طب أنا لما نتكلم معكم لما نشرح في do و does مفروض أنهم عارفين علاش إحنا نقول do وعلاش نقول does، والdo مع مين تمشي والdoes مع مين تمشي، لأن وضحناه في does لفعل مساعدة فواضح. بقى كيف نكون سؤال؟ بسيطة جدا. احنا لاحظوا احنا تو نتكلم عن تكوين السؤال باستخدام الفعل المساعد اللي هو do او does. بح شندير لما نبي نكون سؤال بفعل او باستخدام الدو، الحاجة الوحيدة اللي نديرها نحط الدو قبل الفاعل ونكتب الجملة ونزيد question mark. مثال طب احنا عندنا عادة شوف الجدول اللي قدامك، طب احنا عندنا do زايد subject زايد الفعل في الانفينيتيف زايد الجملة. بح مثلا انا لو نحيت do يعني هذه ضللتها ضغطتها حطيت عليها صبعي وضغطت، شنو يبدأ عندنا subject وفعل وكمل تكملت الجملة. بح نبي نكون سؤال شندي نحط do قبل الفعل، يعني do I play football، هلا انا استطيع لعب كرة القدم. do you play football؟ do they play football؟ بسيطة. يعني لما نكون سؤال في حالة الجمع نحط do قبل الفاعل ونزيد علامة استفهام في نهاية الجملة زي ما قلنا تو do I play football؟ do هنا هو هذا السؤال، play the main verb قاعد في المصدر، الفاعل اللي هو I you they we وتكملت الجملة. بح لما يكون عندنا جملة الفاعل بتاعها مفرد شنو نحطه قبل السابجكت كلمة does أو فعل does. والأمثلة does he play football، does she play football، does it play football. ولاحظوا ان الفعل هنا لما يكون الفاعل مفرد بزدناش اس، علاش؟ لان حطينا does في البداية كسؤال معاش نزيدوا اي حاجة للفعل، الفعل يتحول للمصدر بتاعه. does he play football، does she play football، does it play football. يعني في تكوين السؤال لما نبي نكون سؤال مع الverb to do اللي هو الفعل يفعل، الحاجة الوحيدة اللي نديها في البزت سيمبل نحط do في بداية الكلمة قبل الفاعل في حالة الفاعل كان جمع، ونحط does قبل الفاعل في حالة الفاعل كان مفرد، ونزيد علامة استفهام والفعل يترد إلى المصدر بدون أي زيادات. هذا هو، يعني قلت لكم بسيطة جدا مش محتاجة أي تعقيد. وهذه زيادة أمثلة do you play piano، هل تلعب البيانو، do you play piano. do you live in London، does Jack play football،
ضز جاء بلاي فوتبول، يعني لو نحي علامة الاستفهام هنا ونحي ضز شو مدير؟ جاك بلايز فوتبول. علاش؟ لأن هذه جملة في البريزنت سمبل وهذه تتكلم عن الحقيقة، فاحنا نقول جاك يلعب كرة القدم، فجاك مفرد بلاي نزيدوها اس ونكمل الجملة جاك بلايز فوتبول بقى، لأن بيكون سؤال شندي نزيدوها ضز ونحو الاس من الفعل ضد الفعل المصدر بتاعها، تبدأ عندنا شنو؟ Does Jack play football? Does he like this weather? Do Rita and Angela live in Manchester? Do you have a job? بسيطة، هذه هي تكوين السؤال مع الفعل to do. تمام، شنو عندنا تاني هنا؟ عندنا طريقة تانية لتكوين الأسئلة وضحنا احنا نقدر نكون أسئلة باستخدام الأفعال المساعدة اللي هو do ولا have والverb to be، ونقدر نكون أسئلة باستخدام كلمات الأسئلة هي ماذا وأين وكيف، تعرفهم زي where what when أنواع وتكلمنا عليها في الأفعال المساعدة. بح لما نبي نكون سؤال باستخدام الأفعال هذه أو إحنا نقولها wh questions، شو ندير؟ حاجة الوحيدة دواء نفس الجملة بتاع do، مش إحنا زدنا do وكملنا باقي الجملة، نزيدوا على الفعل يبدأ عندنا تركيبة WH question plus do plus subject plus the verb وكمل. مثال: Where do Angela and Rita live? What does Angela do? When does Rita usually get up? Where do you come? Where do you come from? يعني لما احنا كوننا سؤال في استخدام الأسئلة أو كلمات الأسئلة هي تدل على المكان كيف ومتى وأين، الحاجة الوحيدة لنا احنا زدنا كلمات هذه قبل do does. يعني لو كانت كلمة جمع وهي كانت تبدأ بدو، السؤال كان يبدأ بدو مثلا do Angela and Rita live in London مثلا، نزدها where. لو كان انه بكون سؤال كيف وكذا نحط what قبل does. يعني الحاجة الوحيدة القاعدة الأساسية اللي بتحفظها وبسيطة جدا لما نبي نكون سؤال باستخدام كلمات الأسئلة هذه لتدل على كيفية ومتى وأين، نحطها قبل الverb to do ونكمل باقي الجملة. بس آخر حاجة عندنا ملاحظة اللي هي question with who often use with do and does. لما نبي نسأل سؤال على من دار الشيء هذا ما نحطوش في الجملة دو، يعني عادة الجملة ما يكونش فيها أو ما نستخدموش معها use do or does. يعني مش قلنا احنا في السؤال لما نبغى نستخدم كلمة الأسئلة اللي تدل هي على متى وأين وكيف، نحط الكلمة هذه اللي هي مثلا where اللي هي أين، وبعد تالي verb to do، وبعد تالي الفاعل، بعد تالي الفعل الأساسي. مثال: where do you come from؟ من أين أنت؟ Where هذه WH question word، بعد تالي عندنا do، بعد تالي عندنا subject، بعد تالي عندنا الفعل الأساسي. بح لما يكون عندنا سؤال ونبو نسأل عليه من دا شيء هذا، عن شخص دا شيء هذا، عادة مع الكلمة WH word اللي هي هو ما نستخدموش do or does. كيف؟ Who lives in London؟ نكتبه ومكون السؤال نقوله who lives in London، ما نقولوش who does live in London، لا غلط، نقوله who lives in London، من يعيش في لندن. Who plays football at the weekend، من يلعب كرة القدم في نهاية الأسبوع. Who works at Liverpool City Hospital. هذه آخر ملاحظة، يعني لما نبي نكون سؤال والسؤال هذا بيسأل على من دار شيء هذا، ما نحتاجوش مساعدة الدو والدص، الحاجة الوحيدة ندورها ناخده اللي هو نحطها في البداية زايد الفعل الأساسي، والفعل الأساسي بيكون في لو كان مفرد هو بيسأل على شخص فازدو للاسم اللي هو lives who plays who works ونكمل. هذا هو درسنا لليوم اللي هو the present simple، درس بسيط جدا، يعني احنا تكلمنا عن مضارع بسيط
كيف نكون البضاعة البسيط، وأمتى نستخدم البضاعة البسيط. يعني نحن قلنا نستخدم البضاعة البسيط اللي هو البيزنس سمبل لما نتكلموا على وقائع، حقائق، مشاعر كذا، ووضحنا القاعدة بتاعتها في النفي وفي السؤال بدو أول سؤال بدو كشمات. نتمنى أنكم فهمت الدرس. إن شاء الله محاضرتنا الجاية هي حتكون رقم 2 هي past simple tense. نتأسف إن ما قدرناش نكملها في المحاضرة هذه، إن شاء الله يا رب نلحقوا المحاضرة الثانية نكملها وتكونوا استفدتوا. درس اليوم كويس وحلو وبسيط، محتاج منكم شوية التركيز لا أكثر ولا أقل، ونحاول ونكرر إن كل اللي ناخده فيه توه أنتم أخذينه من قبل، فما تخافوش وبإذن الله تمشي لكم. موفقين يا رب، ونهاركم سعيد، نتلاقوا المحاضرة الجاية. سلام عليكم.